نظام تحسين المعدل للناجحين سنة 2021. أي. العام 2021. نعم. طبعا هذه القضية يعني تعبتنا هواي، احنا صار لنا أكثر من 7 أشهر الطلبة وولاة أمرهم واقفين أمام وزارة التربية، نطالب نعم. بنظام تحسين المعدل. نعم. أسوأ بالسنوات السابقة. طيب، أنتم ليش تريدون تحسين معدل حتى توضح الصورة؟ تحسين المعدل هذا نظام يتيح للناجحين اللي يريدون يحسنون معدلاتهم يتنازلون عن درجاتهم بهاي الدروس ويعيدون الامتحان ويحصلون على معدلات أعلى. جيد. هذا نظام طبعا كان معمول به بزمن النظام السابق. نعم. وحاليا هسه اشتغلت به وزارة التربية من 2007 ل 2019. طيب. احنا حقيقة تفاجئنا البارحة انه وزارة التربية صرحت انه هذا النظام ابلغت الطلاب انه هذا كان العام اخر سنة، وهذا الحقيقة ما موجودة. يعني ما موجودة، هي ما بلغتكم؟ نعم ما بلغتكم انه كان العام اخر؟ ابدا ما بلغتنا، وعندنا الكتب الرسمية والدليل على ذلك راح اعطيك 3 شغلات صارت. تفضل. احنا صار لنا 7 أشهر كل ما اروح نقابل نطب للوزارة يقولون وعندنا كتب نيابية مهمش عليها الوزير تناقش مع هيئة الرأي. نعم. قلت لهم ان انتم تقولون احنا قارين قايلين هاي اخر سنة العام، ليش ما قلتوا لا ترى ماكو احنا قارين؟ ليش هسه طلع هذا القرار بعد ما بعد الضغط اللي دا يصير؟ انتم استاذ علي دا يشعرون بالغبن اسوة بالسنوات السابقة. استاذ علي انتم وتوضيح بسيط استاذ عمار اذا تسمح لي يعني. تفضل تفضل. طبعا سنة 2021 كان بيها كورونا، انغلقت المدارس نهائيا يوم واحد بالاسبوع، وانغلقت ايضا بيها المعاهد التقويه، يعني تختلف عن السنوات الماضيه كلها اللي هم اغدقوا عليهم بالعطايا، مثل السنه اللي قبلهم كان القبولات 140%، بهاي بزمن 2021 قلصوا المقاعد، يعني دمروا الطلاب شاهد الله.